ابن حبيب قلبي هتيجي امتى من الاجازه بقى؟ بجد هتيجي امتى من الاجازه؟ عايزين نشوف محرز بيجيب جون وبيعمل اسيست، عايزين نقول للناس يا ابني ان احنا ما عندناش مشكله مع كل ما هو جزائري والكلام اللي هم بيقولوه ده يا حبيبي، عايزينك ترجع تلعلع تاني كده. اه والله بجد عايزينه يرجع يلعلع. ليه؟ لان مفيش اي حد من المشجعين سيتيزن مش عايز محرز يكون بفورمه عاليه. محرز معروف كويس جدا ان هو بيكون البديل بتاع كيفن دي بروين، لان كيفن دي بروين بالصلاه على النبي بيبدا الموسم عظمه على عظمه، وبعد كده يجي اصابه طويله يرجع في نص الموسم، بعد كده يشيل هو الفرقه. فكيفن دي بروين كده الناس يعني منتظرين اصابه كيفن دي بروين، للاسف الشديد منتظرين اصابه كيفن دي بروين، اللي بناء عليها رياض محرز هيرجع يكون ليه دور مهم جدا في الملعب، لان رياض حتى الان هو لسه ما جاش من الاجازه. خلينا نكون متفقين في الحته دي. ليه بتقولوا ان ايرلينج هالاند مسهل الامور على لعيبه مانشستر سيتي؟ ايرلينج هالاند ده حرفيا ده تقول عليه كده ان هو مهاجم دباله، فالراجل بسم الله ما شاء الله بياخد اثنين جوه معاه في العمق، مش بياخد واحد، الراجل مهاجم فعلا بياخد اثنين. فبالتالي بتلاقي الموضوع بتاع لعيبه خط النص بقى فيه سهوله، ان انت دلوقتي ممكن تميل على عمق تلعب 1 2 مع ايرلينج هالاند، زي الهدف الاول اللي حرزه الكاي جاندوجان النهارده. الكاي جاندوجان عمل 1 2 مع هالاند ودخل سجل الهدف الاول. قبلها كنا لاعبين كره طوليه على الطرف في الفودن، وفي الفودن دخل انن فيها شويه ما رضيش يباصي لهالاند او محرز واتصدت، بس بعد كده قدرنا ان احنا نسجل الهدف الاول، وبعدها قدرنا ان احنا نسجل الهدف الثاني عن طريق كيفن دي بروين. اللي كيفن دي بروين طول ما هو يكون جاهز عظمه على عظمه، عارفين بتفرج عليها. هدف ماركت كيفن دي بروين وماركت لوكا مودريتش خارجي، ده بتاع لوكا مودريتش حرفيا، هو وكيفن دي بروين هدف ماركت العظماء حرفيا، لا يحرزه الا كيفن دي بروين ثم لوكا مودريتش. بعد الهدف الثاني او مش بعد الهدف، احنا كنا الماتش كده متسهل علينا بصراحه، احنا بنلعب فرقه زي بورنموث فرق امكانيات كبير جدا، بنتكلم على ايرلينج هالاند، بنتكلم على محرز، بنتكلم على فودن، بنتكلم على جندوبان، كيفن دي بروين، لعيب تحتيهم زي رودري، انت بتلعب 4-1-4-1 اغلب الوقت وبتطير اثنين في نص الملعب كيفن والكاي جاندوجان عشان يعملوا ادوار هجوميه، وعندك باكين محترمين زي كايل ووكر. اللي كايل ووكر لما بيفكرش كتير انا بحب كايل ووكر، انما لما بيفكر كتير وبيجود وبيلعب كور عكسيه مش بتاع كايل ووكر. الناحيه الثانيه ظهير من افضل الاظهره اللي انا شايفها في العالم، وهو لعيب زي جو كانسيلو. كانسيلو حط يمين وحط شمال هتلاقيه مميز جدا جدا جدا، مع اتنين مساكين فيهم مساك محترم جدا، ومساك ربنا يا رب يرجع امريك لابورت بالسلامه بسبب هذا ناسن اكي. يعني ناسن اكي في ماتش بورنموث برضه تبقى قاعد حاطط ايدك على قلبك، انت متخيل الوضع بالنسبه لناسن اكي عامل ازاي؟ ماتش النهارده كان ماتش سهل، اتفق معاك ان هو كان ماتش سهل جدا. احنا شفنا مانشستر سجل الاول والثاني وسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث اللي سجله فيه الفودين من اسيست من كيفن دي بروين. يا رب يا رب كيفن ما يتصاب، يا رب كيفن ما يتصاب يا رب، ويبقى عكسه كل الموسم اللي فات. بس الغريب ان سيتي بادئ الدوري كويس وبادئ الدوري واقف على رجليه. اه ما كناش واقفين على رجلينا ماتش ليفربول، بس الماتش الاول في الدوري قدام ويست هام كنا واقفين على رجلينا، والنهارده كنا واقفين على رجلينا والدنيا بالنسبه لنا كانت حلوه جدا جوه اللقاء. الحمد لله سيتي خلص الماتش بدري سجلنا الهدف الرابع اللي هو اون جول حرفيا. برناردو سيلفا كان دكري وراح برشلونه حبيب قلبي. برناردو سيلفا من امتى كان اساسي اصلا في مانشستر سيتي؟ برناردو سيلفا بيكون لعيب جوكر وبيكون لعيب اغلب الوقت بيكون موجود في الملعب علشان خاطر الاصابات وعشان خاطر عدم جاهزيه بالنسبه لكاي جاندوجان او بالنسبه لكيفن دي بروين. فكده كده موضوع ان برناردو بيقعد دكه ده حاجه عاديه وطبيعيه ومنطقيه جدا بالنسبه لاي حد مشجع مانشستر سيتي. وبعدين برشلونه لما يخلص كل الازمات اللي هو فيها يرجع بعد كده يفكر ان هو يضم لعيب زي برناردو سيلفا. فلا تقلق عزيزي، برناردو مكمل. احنا الموسم اللي كنا عايزين نبيع فيه برناردو ما اتباعش، فبالك بقى الموسم اللي احنا مستمرين وبنقول ان برناردو لعيب مهم جدا عندنا. الدنيا بالنسبه لك تكون عامله ازاي؟ تاني وتالت ورابع يا ابني ما حدش ضد رياض محرز، ولا حد عايز محرز ما يسجلش ولا ما يعمل اسيستات، بالعكس تماما. احنا كمشجعين سيتي عايزين محرز يسجل وعايزين محرز يعمل اسيستات. عزيزي بذمتك ودينك لو انا خرمت بالخرم ده في رياض هنا كنت هتقول نفس الكلام برضو. مش جايب وش محرز ليه؟ السرعه عليه مني قوي هنا عشان كده وش محرز طاير، لان واحد محرز وشه اعلى بكتير، مشاكل كتير ساعدتك في البيت عندنا هنا. فالموضوع مش متعلق بافكارك انت، الموضوع متعلق ان هي جت كده المؤاخذه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو عادي ولا يهمك. وحابب احيي جمهور ارسنال بعد فوزهم على لسه 6-4-2. بتمنى ان ارسنال يورينا الشكل اللي